ان انت كنت تجدد للنادي الاهلي هو اللي عمل القلق ده بامانه؟ مش كده. بص يا مويه، احنا على الهوا. قول قول. لا لا، اوريك بس. وريني ايه؟ اوريك عين عشان ايه في الموضوع ده. دي رساله. عشان ايه في الايه الموضوع ده. دي رساله لمين؟ رساله لكابتن بيبو، كابتن خطيب. انت اللي بعتها. تاريخ بس. ايه؟ اقرا كده التاريخ. التاريخ كان 9 اكتوبر. اكتوبر يعني احنا من سنة مثلا. كابتن انا مؤمن زكريا، كنت عاوز اعرف حضرتك كل الكلام اللي بيوصل لحضرتك مش صح، على اني بتشرط على النادي واني ماضي في نادي تاني واخد مقدم. والله الكلام ده غير صحيح، انا واحد من ولاد النادي ومتربي في النادي، وده وقت ولاد النادي لازم يكونوا موجودين جانب النادي. انا كل اللي قاله الناس كل اللي قلته مكافئات الدوري والفلوس القديمة، غير كده مش قلت حاجة او ما قلتش حاجة. انا بترجم، انت عايز مترجم؟ ماشي. انا كلمت حضرتك كلمت حضرتك ما ردتش، عشان كده بعت لك الرساله.